مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في مال وأعمال. أنا دينا سالم. ضيفي اليوم هو أحد أبرز قيادات القطاع المصرفي في مصر، والذي أدار بنك قناة السويس لتحقيق ربحية تضاعفت في الحقيقة خلال عامين لتصل إلى 420 مليون جنيه في 2018. أحب أن أرحب بضيفي الأستاذ حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. أهلا بكم. طبعا قبل ما ندخل في تفاصيل هذه الأرقام والإنجازات التي تحققت في البنك، اسمح لنا نخرج لفاصل قصير. مشاهدينا، نعود لكم بعد لحظات قليلة جدا لمتابعة هذا الحوار. وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونرحب بضيفي الليلة الأستاذ حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس. أستاذ حسين، نحب نبدأ مع حضرتك بالشأن المصرفي بشكل عام. حضرتك كيف تقيم الأوضاع خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية في الفترة الأخيرة؟
الحقيقة السياسة النقدية والسياسة المالية عملت نجاحات كبيرة جدا وخطوات مهمة جدا في طريق الإصلاح الاقتصادي اللي احنا ابتدينا مؤخرا نحس بثمار هذا الإصلاح. خلينا نرجع كده بالذاكرة، في 2016 هنلاقي حصل قرار تاريخي بتعويم الجنيه، اللي حصل ان في الوقت ده كان عندنا سعرين للدولار، كان من الصعب ان احنا نجتذب اي استثمارات، ما عندناش اي ميزة تنافسية بالنسبة التصدير، بالنسبة للسياحة بالنسبة لنا غالية. وجود سعرين للدولار مشكلة اقتصادية كبيرة. تم من خلال القرار التاريخي اللي اتخذ من البنك المركزي بدعم كبير جدا من القيادة السياسية، لأن هي كان في جراءة في اتخاذ القرار، لأن القرار ده ما هواش قرار سهل. طب نشوف بقى ايه الآثار اللي حصلت أو النتائج اللي ترتبت على هذا القرار. نمرة واحد، حصل زيادة غير مسبوقة في الاحتياطي النقدي اللي كان وصل ل 16 مليار، النهارده بيتجاوز ال 44 مليار. حجم التدفقات والاستثمارات المالية اللي دخلت السوق زادت الفترة الأخيرة. تحويلات العاملين في الخارج بدل ما كانت ما بتخشش في منظومة البنوك أصبحت بتخش في منظومة البنوك، لأن كانت خارج النظام المصرفي لكن هي عادت في الآخر إلى النظام المصرفي. حصل زيادة غير مسبوقة في السياحة، انعكس ده كمان على الصادرات. النهاردة السياحة نقدر نلاقيها ان هي رجعت للارقام اللي ما قبل سنة 2011. احنا السنة اللي فاتت وصلنا 9.8، عدينا حاجز العشرة مليار دولار. ده كله بالتزامن مع برضو اكتشافات بترولية ساعدت في زيادة ونمو الدولار. كل ده في الاخر انعكس على زيادة في الناتج المحلي، كانت 5.2 السنة اللي فاتت، من المنتظر ان هي توصل بنهاية العام المالي الحالي من 5.8 ل 6%. لما نيجي نتكلم على الافرج بتاع المنطقة اللي حواليها منطقة الشرق الاوسط، لان الافرج النمو ده في حدود 2.3، فلما احنا نوصل لثلاث اضعاف هذا الناتج القومي، ده معناه نجاح للسياسة النقدية، نجاح للسياسة المالية، لأن السياسة النقدية والمالية لو الاثنين ما مشوش في نفس الخط هيبقى في تضارب، لكن ده النجاح اللي حصل. النجاح ده انعكس كمان في تقييم المؤسسات المالية. مش مهم ان احنا نقيم التجربة بتاعتنا، لكن الأهم ان الآخرين هم اللي يقيمونا، لأن هم بيقيمونا بحيادية وبيقيمونا بمنظور خالي من اي مجاملات. فطبعا لما نيجي نلاقي ان صندوق النقد الدولي بينعكس او صندوق النقد الدولي بيشيد بسياسه الاصلاح الاقتصادي اللي حصلت، لما نيجي نلاقي ان مؤسسات التقييم الداخلي كمان هي رفعت من التصنيف بتاعه مصر، دي كلها دلائل على نجاح هذه السياسة. ممتاز. طبعا أحب أخد رأي حضرتك في أداء الجنيه في الفترة اللي فاتت مقابل الدولار. في بعض القوة للجنيه مقابل الدولار، بعض الشيء ولو حتى بنص جنيه، لكن كيف تنظر للاتجاه العام للجنيه مقابل الدولار في ظل الظروف التي تحدثنا عنها؟ برضو اللي حصل في ان الجنيه مش 50 قرش بس، هما 60 قرش، لان هو كان بتفرق طبعا ال 10 قروش دول بتفرق كده في الاستثمار. طبعا ده يؤيد نجاح السياسه اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنها. وده ببساطه شديده، طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان دخل اكثر من 13 مليار جنيه من بدايه العام، 13 مليار دولار من بدايه العام تدفقات نقديه من خلال صناديق بيخشوا يستثمروا في السوق المصري، وده بيدي ثقه اكتر
للاقتصاد المصري، فبالتالي انعكس على سعر الدولار انخفاضا. ممتاز. وحضرتك شايف انه الاتجاه ده سيكون في استمرار ولا بيعتمد على عوامل اخرى ربما حتى تكون عوامل خارجيه؟ هو اللي احنا بس بنقوله ان سعر الدولار بيعتمد على اكثر من عامل، عوامل داخليه، حاجات احنا نقدر نتحكم فيها من خلال زياده عوامل الانتاج، من نمو الاقتصاد، نمو الناتج القومي، سياسات داخليه احنا بنعملها، لكن برضو بيتاثر بعوامل خارجيه، ايه اللي بيحصل في الاسواق الخارجيه، ايه اللي بيحصل في الاسواق الناشئه القريبه مننا، فطبعا بنتأثر، لكن كل ما نبقى واقفين على أرض صلبة وده اللي بيحصل، كل ده ما بيحمينا من الصدمات الخارجية أو بيساعدنا أو بيعلي من قدرتنا على احتمال أو امتصاص هذه الصدمات. بعد أن تحدثنا عن هذه العوامل وأيضا التصنيف الجيد لأداء الاقتصاد المصري بالذات التصنيف الائتماني من قبل المؤسسات العالمية، هل تعتقد أننا وصلنا لمرحلة جيدة من الاستقرار في القطاع المصرفي؟ اللي أنا عايز أقوله أن القطاع المصرفي من أقوى القطاعات، مش تحيزا، لكن هو من أقوى القطاعات اللي موجودة في الدولة، وهي من القطاعات اللي بتساعد في إدارة دفة الاقتصاد بالإضافة للقطاعات الأخرى. القطاع المصرفي مر بمراحل كبيرة قوي وصعبة خلال التسعينات والبداية الألفينات، لكن لما حصل إصلاح حقيقي وهيكلة حقيقية للمصارف بتاعتنا اعتبارا من سنة 2004، ادت قوة لهذا القطاع. قطاع ده مليء بالكفاءات، حصلت هيكلة كبيرة. احنا شايفين النهاردة البنوك العامة بتخش بقوة وتنافس البنوك الخاصة، ده ما كانش موجود في بداية الألفينات، لكن النهاردة مهم قوي ان احنا يبقى عندنا بنوك كبيرة قادرة، وكل البنوك تبقى قادرة ان هي تخش في مرحلة التنمية. اللي انا عايز اقوله ان القطاع المصرفي عانى من ازمات كثيرة، كفاية ان كان في ثورتين، ازمة مالية عالمية، كل الحاجات دي الاقتصاد والقطاع المصرفي علشان هو مؤسس نفسه كويس وواقف على ارض صلبة قدر ان هو يمتص هذه الصدمات ويتعامل معها ويطلع منها اكثر قوة وصلابة. ممتاز. في يعني الكثير يتحدث عن استقلالية البنوك، إلى أي مدى تشعرون بوجود استقلالية في اتخاذ القرارات وأيضا في التحرك ورسم السياسات الخاصة بالبنك؟ كل بنك له استقلالية، مجلس الإدارة بتاعته هو اللي بيحدد الخطة الاستراتيجية الخاصة بكل بنك، وبالتالي يقدر يقول هو ما هي المجالات اللي هيقدر يخش فيها، هيتوسع فيها، هيتوسع بقد إيه، فبالتالي عنده من الاستقلالية اللي هو ينفذ الاستراتيجية اللي بيحددها كل مجلس إدارة لكل بنك. لكن في نفس الوقت في بنك مركزي هو فقط يراقب إن هذه الاستراتيجيات في الآخر وفقا للقواعد والأصول والاشتراطات اللي حطتها البنك المركزي، فهو البنك المركزي ينظم ولكن لا يتدخل في الاستقلالية الخاصة بكل بنك. الحاجة الثانية، البنك المركزي نفسه برضو، وده من النجاحات للبنك المركزي، ان هو مستقل. اعتقد ان نجاح البرنامج الاقتصادي كان احد اسبابه ان القيادة السياسية ادت استقلالية تامة جدا للبنك المركزي، وبدون هذه الاستقلالية ما كانش هنوصل للقرارات، لان في بعض الاحيان القرارات الاقتصادية اذا ما كانش في استقلالية هتؤثر على القرار وبالتالي هتؤثر على مدى نجاح هذه السياسة. كون ان احنا وصلنا لهذا النجاح ده دليل قاطع على ان
عندنا استقلالية تامة. طيب، هناك يعني توجه قوي من قبل الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هل تعتقد أنه القطاع المصرفي بالفعل حقق الأهداف المرجوة في دعم هذا القطاع في السنوات الأخيرة؟ لو جينا بصينا مثلا على من سنة 2015 لحد النهاردة، هنلاقي ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم ضخ فيها استثمارات او تمويل في حدود 115 مليار جنيه، استفاد منها 491 الف عميل. طبعا ده نجاح. المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة للتنمية، لأن ده بتدخل مشروعات جديدة، بتدخل عمالة في سوق العمل، بتساعد على التنمية. الحاجة الأهم إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لو هي صغيرة النهاردة ومتوسطة، لكن ممكن إن هي مع الوقت تكبر وتنمو وتقدر تساعد في تصدير، تقليل من استيراد، وده اللي بيحصل. طب علشان يتم تدعيم ده، البنك المركزي الحقيقة قام بدور كبير في هذه التنمية أو تشجيع السوق بعدة مبادرات. يعني في مثلا عدة مبادرات خاصة بالتنمية، صناعات صغيرة ومتوسطة 5%، مبادرة 5% فايدة، هي فايدة بسيطة جدا مقارنة للفايدة للمشروعات الأخرى اللي هي ممكن تتجاوز 18 و20%. فبالتالي ده علشان يدعم ويوفر التمويل اللازم يساعد هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المستثمرين الصغيرين إن هم ينتقلوا من الجانب الغير رسمي إلى الجانب الرسمي. فهو ده نوع من أنواع التحفيز، إن أنا بوفر له الائتمان اللازم علشان أساعده إن هو يخش في هذه المنظومة. أنا شايف إن البنك المركزي عمل دور كبير. في دور تاني آخر محتاجة من الدولة، هو توفير بقى الأراضي، تسهيل في الضرائب، معاملة خاصة لأصحاب هذه المشروعات، تسهيل في الرخص والأمن الصناعي. دي كلها حاجات مكملة، مش بس لازم نبص على الفاندنج أو التمويل وهو مهم، لكن هناك حاجات واحنا شغالين فيها والدولة شغالة فيها على ما أعتقد. طيب، ما حصة بنك قناة السويس في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ الحقيقة بنك قناة السويس بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأ متأخرا كثيرا عن الآخرين. احنا ابتدينا في سنة 2000 وبداية 2017، أنشأنا إدارة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. لماذا كان هذا التأخير؟ هذا التأخير تم لأن كان في مشاكل أخرى واخدة الأولوية وواخدة التركيز أكثر. وانس إن يتم حلها ابتدينا نبص على مشروعات صغيرة ومتوسطة. لكن احنا وصلنا النهاردة بالمحفظة 650 مليون جنيه، منتظرين ان احنا نقفل السنة في حدود يتجاوز المليار و200. عملنا أكثر من بروتوكول مع إدارات، مع جهاز التنفيذي للتنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع هيئة التنمية الصناعية، دخلنا في مبادرات البنك المركزي، تعاوننا مع جامعة النيل والبنك المركزي في مبادرات أخرى خاصة لتنشيط هذا القطاع لما له من أهمية كبرى. هل بيهمكم قطاعات معينة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ يعني قطاعات مثلا صناعية أو خدمية أو تكنولوجية؟ طبعا القطاعات الصناعية والتكنولوجية مهمة جدا. الصناعية في الأساس، التكنولوجية لأن هي ده المستقبل والأمل. يعني مثلا بنك قناة السويس في المبادرة اللي هي خاصة مع البنك المركزي ورواد النيل أو جامعة النيل، هي بتختص لدعم الأفكار التكنولوجية. حاجة اسمها الجيميفيكيشن أو الألعاب، إزاي إن إحنا نخلي الشباب بتاع الجامعات من خلال الألعاب يطلع بمنتجات تقدر تخدم الاقتصاد. هذه المنتجات ممكن يبقى ليها قيمة اقتصادية كبيرة جدا، ممكن أن يتم تصديرها. إحنا النهاردة لما بنيجي نتكلم على
مشروعات ناجحه اوبر اير بي ام في، دول ما عندهمش اصول. هي اصولهم موجوده، هي الافكار هي اللي بتولد الحركه وبتخلق منتج. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم مره اخرى في مال واعمال، ونستكمل هذا الحوار الخاص مع الاستاذ حسين رفاعي رئيس مجلس اداره بنك قناه السويس. اهلا وسهلا بحضرتك مره ثانيه. خلينا نتكلم في هذا الجزء عن نتائج اعمال البنك. البنك نجح في مضاعفه صافي الارباح خلال سنتين، وصلت ل 420 مليون في 2018 مقارنة ب 210 في 2016. كيف استطعتم تحقيق ذلك؟ تمام. الأول ده بجهد جميع العاملين في البنك، ومجلس إدارة كان عنده القدرة بالإيمان بالأفكار اللي هي قدمتها الإدارة التنفيذية. الحقيقة بنك قناة السويس عانى كثيراً في الفترات السابقة، زي ما كنا قلنا قبل كده ان البنوك كلها خلال الثمانينات والتسعينات عانت من مشاكل تاريخية، فكان اصبح لزاما ان يحصل نوع من انواع الهيكلة لها للبنوك، ويتم نوع من انواع الاصلاح المؤسسي من الجذور، لان الاصلاح اللي بيتم وقتي او اصلاح ما بقاش ليه مجال في وقتنا هذا. فبالتالي ده الإصلاح اللي حصل في بنك قناة السويس. الإصلاح تم بتحديد النظر إلى البنك نظرة شاملة. بصينا على البنك القديم بالموروثات القديمة، المشاكل التاريخية اللي موجودة، إزاي هنتعامل معها وإزاي هنحلها، وفي نفس الوقت بصينا على بنك جديد لازم نقدمه للعميل بتاعنا يبتدي يتطور ويكبر بسرعة. ما المشكلات التاريخية التي تتحدث عنها؟ المشكلات التاريخية بتاعة بنك قناة السويس هي كانت عبارة عن محفظة للقروض لا تنمو، مثقلة بأعباء ديون متعسرة، وصلت في فترة من الفترات ل 52% من اجمالي المحفظه، وهو رقم كبير جدا في السوق، لان احنا لما بنتكلم على السوق بنتكلم اقل من 10%. بنتكلم على اصول اله ملكياتها نتيجه تسويات مع العملاء بتتجاوز ال 500 مليون، محفظه استثمارات كبيره جزء منها كبير غير منتج ولا يدر عائد للبنك. فبالتالي حاجة تانية أخرى، إن البنك زي ما قلنا قبل كده ما كانش دخل في بعض المنتجات الجديدة. بنك ما فيش بعض القطاعات المهمة، بعض القطاعات المهمة غير موجودة أساسا، يعني مثلا زي قطاع خاص بالتجزئة، قطاع خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذه القطاعات كانت غير موجودة، ولا الإدارات بتاعتها موجودة، ولا إدارات المخاطر بتاعتها موجودة. حلول خاصة بالتسويات، حلول يعني كانت تقليدية، ولكن كان لازم نبص للمنظور ان بعض هذه التسويات او الديون المتعثرة مضى عليها اكثر من 20 سنة او 25 سنة، فلازم نحلها بطريقة مختلفة. فهو ده الجديد. فالجديد ان احنا بصينا على البنك بهذا المنظور. نمرة واحد ان احنا نحل المشاكل التاريخية اللي تولدت على مدار سنوات، وفي نفس الوقت نبص لبنك جديد، لأن هذا البنك بنك عريق عنده 41 سنة. البنك ده نشئ سنة 78 من كيانات كبيرة، المصرف العربي الدولي، المصرف الليبي الخارجي، هيئة قناة السويس اللي احنا بنتشرف باسم قناة السويس لما له عراقة، المقاولين العرب، برضو مستثمرين آخرين. فهو نشأ هذا البنك بقوة، عنده كيانات كبيرة ساهمت في تأسيس هذا البنك، فكان لازم نرجع اسم البنك ده للمكانة اللي يستحقها. طب تعال نشوف النتائج. خلال سنتين أنشأنا طبعا الإدارات التجزئة، إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بصينا على الديون المتعسرة، عملنا تسويات جريئة غير تقليدية،
لا تهاون في حقوق البنك وحقوق المساهمين على الإطلاق. كيف تجري تسويات لقروض بقالها 20 سنة وبطريقة مبتكرة؟ هو ما نقدرش نقول عليها طريقة مبتكرة، لكن طريقة اللي هي تفهم سبب التعثر. يعني لازم نفهم الأول هو العميل ده تعثر ليه. هل هو تعثر لأن هو فعلا عايز يتعثر وأخذ الفلوس ومش عايز يرجعها، ولا تعثر نتيجة ظروف كانت أكبر من إمكانياته أو إدارته أو ما سبب التعثر، والوضع الحالي اللي موجود ايه؟ هل العميل ده موجود؟ بعض الاحيان ان احنا ما بنتعاملش مع العميل، احنا بنتعامل مع ورثته. صحيح. وبعض الاحيان مع ورثه ورثته، فبالتالي ده بيحط علينا بعض الضغوطات. فلازم برضو بيكون في اصول، فهذه الاصول التي قالت ملكيتها، هل انا باخد الاصول؟ هل العميل ده ينفع ان انا ارجع اساعده تاني؟ أدخل له شريك آخر، حد يجي يشتريه فبالتالي يقوم فيسدد القرض. فهناك طرق أخرى. في عميل آخر ما بينفعش معاه غير أن لازم أخد أقصى الدرجات القضائية. فالتعامل مع كل ملف من الملفات بيجي على حد. لكن الحقيقة المثير للاستغراب إن والدهشة إن once إن إحنا ابتدينا بقوة في هذا الملف، لا، بعض العملاء ابتدوا يتقدموا لي، لا انت بتيجي تعمل السمعة، لانه الناس ما بتشعر انه البنك هياخد خطوة قوية وحاسمة. فعلا ممكن نلاقي عملاء بيبادروا ان هم يجوا ويحاولوا يسووا اوضاعهم. بالظبط كده، بالظبط كده. فده حاجة ايجابية. احنا في الاخر مصلحتنا ان احنا نسترد اموال البنك. احنا مش مصلحتنا ان العميل يسجن او يشرد او يتقفل البيزنس بتاعه. على العكس، احنا نفسنا انه نساعد هذا العميل انه يطلع من العثره بتاعته اذا كان ده في امكانيتنا. ملخصا ان احنا نقدر نقول ان البنك نما ب 18% صافي ارباح، وصلت ل 420 مليون العام الماضي. المركز المالي نما ب 19 مليون ليصل ل 47 مليار بوينت 4 مقارنة، ودي زيادة 7.5 مليار بالتزامن مع تعزيز معدل العائد على الأصول. 19% نمو في حقوق الملكية لتصل ل 2 مليار 800 بنهاية 2018. في نفس الوقت 23% نمو في الودائع، ودي أنا في رأيي نجاح كبير للبنك، لأن وصلت الودائع ل 38.6 مليار في سنة 2018. طب سنة 2000 ودي بزيادة 7 مليار بوينت 3 عن العام الماضي. ولما نيجي نبص ان ارتفاع الودائع بالعملة المحلية 25% وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية ل 18%، فده هذه ثقة في البنك. ثقة في البنك. الحاجة الأهم إن إحنا قدرنا إن إحنا نزود عدد العملاء بتاع البنك. إحنا كان عدد العملاء بتاعنا في سنة 2016 49 ألف عميل، إحنا وصلنا النهاردة فوق ال 65 ألف عميل. فإحنا بنتكلم على تقريبا 16 ألف عميل جداد جولنا، وده ثقة في البنك وثقة إن البنك ابتدى يتغير. الحاجة التانية 32 زيادة في صافي محفظة القروض والتسهيلات. 32% زيادة في صافي القروض والسلفيات، وصلت ل 13.5 مليار بنهاية 2013 مقارنة ب 2018 مقارنة ب 3. الزيادة دي لوحديها 3.3 مليار. خلينا نتكلم عن كل نقطة على حدة. لو بدأنا بالودائع وقلنا ان هي ارتفعت تقريبا ب 23%، حضرتك شايف انه هذه اكيد تؤشر لثقة الناس، لكن الى اي مدى ساهمت ايضا المنتجات الجديدة اللي بيطرحها البنك او حتى التسهيلات في ان هم يعني يختاروا بنك قناة السويس لإيداع اموالهم؟ تمام، زي ما حضرتك تفضلتي بالظبط،
الودائع دي سبقها مجهود كبير جدا اللي هو تغيير شكل الفروع، زيادة الانتشار. يعني احنا مثلا سنة 2016 كنا 36 فرع، النهاردة احنا بنهاية عام 2018 كنا 41 فرع. خلال الأسبوع الماضي فتحنا فرعين جداد، نصل ل 43 فرع. بنحاول نستكمل الفروع بتاعتنا، بنحاول نصل إلى حوالي 50 فرع بنهاية العام 2019. جددنا وحدثنا مكنة الاي تي ام الخاصة بتاعتنا. مكنات الاي تي ام كانت موجودة فقط في فروعنا، لكن احنا تعاقدنا على 100 مكنة جديدة خاصة بالاي تي ام هتبقى منتشرة في فروعنا والأماكن اللي موجودة فيها العملاء. قدمنا بقى منتجات جديدة. النهاردة بيرسونال لون، كانش عندنا بيرسونال لون، باي رول أو المرتبات، قروض للمعاشات. احنا ثالث بنك قدم اللي هو كريدت كارد، اللي هو كاردلس، ان هو ده اللي بيستعمل اكتر خارج مصر. انت بس تحطي كارت على الاي تي ام، مش لازم على البي او اس، مش لازم ان يتم فكارت ميزه كارت الحكومي. احنا برضو من اسرع البنوك اللي طلعت في كارت ميزه. غيرنا وحطينا، ما كانش في كول سنتر، فاصبح في كول سنتر شغال 24 ساعه، لان الكول سنتر اللي كان عندنا ما كانش شغال 24 ساعه. حضرتك بتتكلم عن امور اصبحت بديهيات في اي بزنس او اي قطاع يعمل الان، كان مهم جدا فعلا ان هي تكون متواجده ايضا في بنك مهم زي بنك قناه السويس. تمام. ما ينفعش ان احنا محفظة إلكترونية، تقديم منتج إسلامي مختلف، شهادات زي شهادة الحصاد اللي هي لمت مثلا في سنة ونص في حدود 3 مليار جنيه، 50% منهم جداد. نحب نعرف تفاصيل عن شهادة الحصاد. يعني شهادة الحصاد احنا قدمناها، هي شهادة لمدة 3 سنوات، شهادة متغيرة مع سعر العائد من البنك المركزي. هي دلوقتي لما تقدمت كانت 18%، النهاردة بنتكلم على 15%، فهي شهادة متغيرة مع العائد من البنك، الكوريدور الخاص بالبنك المركزي. شهادة الحصاد لما احنا قدمناها قدرنا ان احنا نحتفظ بالعملاء بتوعنا بدل ما يروحوا في بنوك اخرى، ده نمرة واحد. الحاجة التانية قدرنا نستقطب عملاء جدد، تقريبا 50% من هذه الشهادة جاية من عملاء جداد. زي ما قلت لحضرتك احنا قدمنا 16,000 عميل جديد خلال العامين الماضيين، منهم تقريبا 8,500 عميل فقط العام الماضي. ايضا تحويل المرتبات بيفتح يعني اسواق وشركات كثيره زي ما حضرتك اشرت. بالظبط. طيب بالنسبه للصافي القروض، يعني محفظه القروض بتسجل وفقا للارقام الاخيره 13 مليار و500 مليون جنيه. هذه القروض يعني كيف تتوزع؟ القروض دي معظمها قروض شركات أو قروض مشتركة. القطاعات الرئيسية اللي هي فيها بنتكلم على قطاعات الكهرباء، الغاز، تطوير العقاري، مطورين عقاريين اللي هم بياخدوا قطع ويقسموها أراضي للتنمية لمشروعات صغيرة والمتوسطة، مشروعات خاصة بالاستصلاح الزراعي والصناعي في نفس الوقت يساعد في التصدير. زي ما قلت لحضرتك قبل كده احنا المحفظة دي طلعت من 1.9، قروض مشتركة من 1.9 طلعت إلى تقريبا 6 مليار في الكورتر الأولاني، كلها لقطاعات مهمة سواء في القطاع قطاعات الدولة أو قطاع خاص. طيب بالنسبة للقروض الشخصية، لأنه هذا أيضا يعني موضوع مهم وناس كتيرة بتكون مهتمة تحصل على هذا النوع من القروض، دي قطعنا فيها شوط كبير قوي. زي ما قلت لحضرتك احنا ابتدينا سنة 2017 في التجزئة،
السنة اللي فاتت قفلنا تقريبا، هو مبلغ صغير لكن بالنسبة من مبلغ ما كانش موجود قبل كده، وصلنا 50 مليون، لكن في الكورتر ده احنا ال 50 مليون تضاعفنا ل 110 مليون، فده يورينا حجم التطور اللي بيحصل وسريع. الحاجة برضو كنت عايز برضو اقولها، طب احنا عملنا ايه بقى في الحاجات القديمة اللي قبل كده؟ اللي انا بقوله ان مثلا الديون المتعثرة احنا قدرنا ننزل بمحفظة الديون المتعثرة من 52% الى 38% سنة 2017 الى 22.6% سنة 2018. ان شاء الله بنهاية العام هنوصل لاقل من 15%. فطبعا احنا نزلنا اكتر من النص خلال سنتين. طب ده نتيجة ايه؟ نتيجة تسويات جادة اللي احنا كنا بنتكلم عليها مع العملاء، نتيجة تحصيلات تجاوزت ال 500 او قربت لل 500 مليون من العملاء. الحاجة الثانية برضو نتيجة هذه التسويات بينتج عنها ان العملاء بيدونا اصول بتبقى موجودة عندها، بنرجع نبيع هذه الاصول. بعنا حوالي 13 اصل من الاصول التي قلت ملكيتها. هذه الأصول كانت لا تدر عائد على البنك، بعناها وتجاوز الربح الرأسمالي فيها ال 200 مليون. أخذنا ال 200 مليون قعدنا استثمرهم تاني في السوق، مما حقق عائد أكبر على المساهمين. فاللي أنا بس بقوله إن إحنا هناك خطة محطوطة ومدروسة من مجلس الإدارة للتعامل مع المشكلات التاريخية وحلها جذرياً، بالإضافة للتطور والنمو الكبير علشان نلحق والتغيرات الكتيرة اللي حصلت في السوق المصرفي. رائع. من وجهة نظرك كيف أثر ارتفاع تكلفة الأموال في النصف الأول من العام الماضي على معدلات الأرباح؟ طبعا أثرت على معدلات الأرباح، وخصوصا إن وأكثر البنوك المتوسطة والصغيرة، لأنها أثرت أكثر، لأن البنك بيبقى عايز يحتفظ بالعميل بتاعه. نفس كمان برضو في نقطة مهمة قوي إن لازم نبقى عارفينها ونشرحها ببساطة كده، إن في بعض الأحيان لما السياسة النقدية بتيجي تحدد سعر الكوريدور اللي هو سعر البنك المركزي، فبيتحدد بعض الأوعية الادخارية بنقدر نغيرها تاني يوم على طول من هذا التغيير. لو هو حساب جاري، لو حساب توفير، بيتم التعامل معها بسرعة. لكن في بعض الأوعية لا يتم تغييرها بنفس السرعة للتغيير بيحصل، فبتاخد بعض الفترات، زي مثلا الودايع اللي هي 3 شهور، 6 شهور، سنة أو 3 سنين، ما بتقدريش تغيريها بنفس السرعة اللي بيتم تغيير. فبالتالي بيبقى في فترات بيحصل نوع من أنواع تكلفة عالية في الوقت القصير لحد ما بيحصل التوازن ده في الأسعار. فده بيحط عبء في بعض الأحيان، والعبء ده ممكن بيكون أكثر على البنوك المتوسطة والصغيرة لحد ما هي بتقدر تتوازن، وبنفس الوقت بتقدر ان هي تحقق ربحية. لكن اللي انا عايز اقوله ان احنا المعدلات اللي عندنا معدلات كويسة. البنك قدر يتعامل مع آليات السوق، لان دي آليات السوق ولازم نتعامل معاها. من آليات السوق ان لازم الفايدة هتطلع في فترات التضخم العالي، لما بيتم السيطرة على التضخم وزي ما حصل مؤخرا بيتم نزول الفايدة تدريجيا، وده كمان بيساعد على زيادة التمويل من ناحية تانية اللي تستفيد منه البنوك من ناحية أخرى. ممتاز. أحب أسأل حضرتك عن الاستثمارات الجديدة التي يسعى البنك للدخول فيها إلى جانب القطاعات التي تعملون فيها حاليا. تمام. البنك برضو
بيحاول يخش في استثمارات جديده بتدر عائد بتواكب التغير اللي موجود. يعني احد الاستثمارات اللي احنا بنفكر نخش فيها هي في احد الصناديق التكنولوجيه. هذه الصناديق التكنولوجيه موجهه للشركات برضو الصغيره والمتوسطه، ف ان شاء الله قريبا هتسمعوا عن دخولنا في 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 هذا الاستثمار واستثمارات اخرى. بعض الاستثمارات هي موجوده حاليا بنزود لما بيبقى في حصتنا او بيبقى في زياده راس المال، فاحنا بنزود منها لانها استثمارات تدر عائد. دي برضو حاجه من نقط البنك قناه السويس قبل فيها بلاء حسنا، يعني نقدر نلاقي ان كان في زياده كبيره جدا العام الماضي في التوزيعات من الاستثمارات بتاعتنا. الحاجه الثانيه ان برضو زياده زي ما قلت من بيع بعض الاستثمارات التي لا تدر عائد. احنا بعنا برضو خلال العام الماضي استثمار كان لا يدر عائد ومش من الكور بيزنس بتاعنا او النشاط الاساسي للبنك، حصتنا فيه قليله لا يدر عائد، فبالتالي بعناه وحقق لنا برضو ارباح. رائع. احب اتكلم مع حضرتك عن توقعاتك للنتائج حتى نهايه العام. احنا طبعا انتهينا من الربع الاول، ايه نظرتكم لاداء البنك في الفتره المقبله؟ الحقيقة أنا متفائل بأداء البنك خلال الفترة القادمة، وسبب هذا التفاؤل إن الحقيقة الشباب بتوع البنك، شباب البنك لما بيلاقي إن في تقدم بيلاقي في نمو فبيحب إن هو كمان يحقق سقف الطموحات بيعلى قوي، وفي بعض الاحيان يمكن دوري انا ان انا بحاول اقلل سقف الطموحات لان سقف الطموحات بيعلى وانا معاهم. فانا متفائل ان الاقتصاد بيتحرك. البنك عملنا العامين الماضيين انفستمنت عالي جدا في البنيه التحتيه للبنك، سواء فروع هيكلتها تغييرها، تغيير الاي تي ام، شكل الفروع، الموظفين تدريبهم. هذا الاستثمار في الجانب البشري والاستثمار في الاصول بتاعه البنك لابد ان يحقق عائد اكثر حتى ما توقعه المساهمين ان شاء الله والعاملين. بس نحب نعرف ارقام محدده، يعني ايه خطتكم تحديدا؟ احنا السنه اللي فاتت زدنا ب 18%، هنحاول ان احنا نكسر الارقام بتاعتنا ان شاء الله، لكن في كمان ظروف خارجيه، يعني في ظروف خارجيه احنا لابد ان احنا نكون من خلالها نتعامل بيها. طبعا البنك مقيد في البورصه والتوقعات لابد ان تكون معلومه و ومبلغة مسبقا حتى لا يتم التأثير على قرارات لكن يعني أنا كنت أتحدث طبعا عن الأهداف المعلنة على الأقل، لأنه كل أكيد مؤسسة بيكون عندها هدف. لا حقيقة عندنا خطة طموحة. لا فعلا احنا نسب النمو مثلا لا عندنا خطة طموحة جدا، سواء توسع في القروض، في القروض الشخصية، دخول في القروض المشتركة. احنا النهاردة شريك أساسي للبنوك رائدة وموجودين بنرتب القروض. الأول كنا بس يدوبك بنخش هذه القروض، لا احنا النهاردة موجودين بنخش بنرتب هذه القروض مع زملائنا في القطاع المصرفي، متواجدين بقوة. مشروعات صغيرة ومتوسطة، البنية الأساسية اللي احنا حطيناها خلال العامين الماضيين هنشوف أثرها. التسويات اللي احنا عملناها خلال السنتين اللي فاتوا برضو بنبتدي نشوف أثرها. هناك الكثير من التسويات اللي هي موجودة كبايبلاين، وانس ان هي تحققت هيتم ده هيساعد في النمو. لا هناك الكثير اللي انا بقوله ان دايما نتائج الاعمال ما بتبانش فجأة، لكن نتائج الاعمال بتبقى نتيجة عمل وجهد شاق، لكن بتظهر الأوقات
النتائج لكن ما بتكونش من فراغ. فالعمل اللي مبذول النهارده من جميع العاملين هو ده اللي بيديني الحماسه والاطمئنان ان شاء الله. استاذ حسين رفاعي رئيس مجلس اداره بنك قناه السويس، شكرا جزيلا على هذا الحوار. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، وانا اشكركم جزيلا على المتابعه، نراكم دائما على كل خير.